رحبت فيا بنجم الكره المصريه والمدير الرياضي او المدرب العام لفريق بيراميدز الكابتن محمود فتح الله. كابتن فتح الله اهلا بيك. حبيبي اللي احنا عامل ايه؟ الله كويس الحمد لله. مبروك طبعا، باركنا لك التاهل والصداره الجوله اللي فاتت، لكن النهارده مباراه تحصيل حاصل وخساره بنتيجه 1-0 امام فريق انوجو رينجرز. هارد لك. بص يعني الحمد لله زي ما بتقول مباراه تحصيل حاصل على الورق، بس احنا كان يهمنا الماتش وكنا عايزين بص يعني كان في كذا نقطة عايزين نلعب عليها، إن إحنا اللعيبة البعيدة عن الماتشات عايزين ندخلهم في أجواء الماتشات عشان إحنا الفترة الجاية هنحتاج كل اللعيبة، لأن اللعيبة بالنسبة لنا كلها مهمة. أيوه. واللعيبة اللي لعبوا النهاردة لعيبة مهمة جدا بالنسبة لنا ولعيبة أساسية، بس كانوا بعيد لظروف معينة، كانوا بعيد عن الماتشات الفترة اللي فاتت، فكنا بنديهم فرصة إن إحنا نساعدنا فيلعبوا في أجواء أهدى، وكنا في نفس الوقت يعني نتمنى طبعا نكسب، لكن يعني مش كل حاجة نتمناها تحصل يعني. لكن النهارده يعني كأداء حتى انت بتلعب بأعصاب هادية، لكن ما كانش فيه بحث اللاعبين اللي بقالهم كتير مش بيلعبوا ان هم يثبتوا نفسهم، ما حسيتش ده خلال المباراة او الحبة اللي اتفرجت عليهم يا كابتن فتح الله، فليه اللعيبة ما كانش عندها الحماسة ديت؟ خد بالك هاني ظروف المباراة برضو مهما انت عملت ومهما حمست غصب عن اي حد واي لعيبة في الظروف دي بيبقى برضو عارفة ان الماتش تحصيل حاصل، فالاهداف بتختلف من حد لحد يعني من شخص من شخص لشخص. مباراة ظروفها ان انت صاعد وكده كده كمان صاعد اول مجموعة، يعني مش صاعد بس صاعد اول مجموعة مظبوط، ف يعني التركيز فيها بنسبه 100% ممكن صعب شوية، لكن كنا اللعيبة كانت مركزة ومن اول دقيقة عايزين يعملوا ماتش كويس و ولعيبه كتير اجادت برغم الهزيمه طبعا كنا بنحب ان احنا نكسب وكل الناس تدخل في اجواء المباريات الرسميه عشان زي ما قلت لك هنحتاجهم الفتره اللي جايه، لكن الصفحه النهارده وقفلناها، عندنا الفتره الجايه ماتش صعبه جدا، احنا يعني احنا بقى لنا اكثر من 50 يوم لعبنا 15 ماتش يعني كل اربع ايام ماتش، نسبه كبيره جدا من الماتشات ولازم اللعيبه هتبقى مجهده، فاحنا بنحاول الفتره دي المدرب الفني بيحاول نريح الناس اللي لعبت فترات كبيره، بنحاول ندخل لعيبه في اجواء المباريات الرسميه عشان احنا عارفين ان احنا هنحتاجهم بعد كده، لان احنا داخلين على ماتشات قويه جدا، احنا عندنا كمان يومين بالظبط يعني احنا هنا عندنا الاربع يعني كمان يومين اف سي مصر، بقى ثاني يوم بتمرين بروتانيا عشان هنلعب هناك مظبوط، هنرجع من بروتانيا نقعد يوم ولا يومين هنتمرن في مصر تمرينه ونلعب ماتش الاهلي اللي هو يوم 6 يعني مظبوط، وبعديها باربع ايام ماتش المقاولين، فاحنا بقى لنا فتره اكتر يعني احنا بقى لنا شهرين لعبنا كل اربع ايام ماتش في شهرين، فصعبه جدا جدا، فصحيح النهارده هنقفلها ومن بكره ان شاء الله هنركز في ماتش اف سي مصر لان ماتش بالنسبه لنا مهم جدا، عايزين نمشي في الدوري بشكل كويس عشان يبقى احنا كل البطولات اللي احنا ماشيين فيها بنحاول نمشي فيها بشكل كويس، بطوله بركه ان شاء الله ان شاء الله هننافس فيها ان شاء الله وده هدفنا الفتره الجايه، والدوري عايزين نرجع تاني لمركز كويس ان شاء الله. طيب كان دايما الكلام الفتره اللي فاتت على فكره الارقام القياسيه وفكره انه بيراميدز اول نادي مصري كذا وكذا على مستوى المشاركات الافريقيه، هل ده كان في حساباتكم النهارده ولا ما كنتوش بتفكروا فيه ولا انتوا كجهاز فني ولا كلاعبين؟ بص يعني دايما بيبقى في اولويات يعني اكيد طبعا اي جهاز واي نادي واي لعيبه بالنسبه لهم الارقام القياسيه حاجه محترمه جدا وحاجه كويسه جدا وحاجه بتسعدنا اكيد طبعا، لما يتقال ان بيراميدز مثلا كسب كل ماتشاته في اول بطوله يلعبها او اي رقم قياسي اكيد هيسعدنا، لكن في حاجه ثانيه اهم ان اللعيبه اللي عندنا المجهده اللي انا كنت بقول لك احنا لاعبين كميه ماتشات كبيره جدا، فاحنا الاهم بالنسبه لنا كان في لعيبه لعبت كميه ماتشات الفتره اللي فاتت كبيره جدا جدا، فانت عايز تستغل اي فرصه انك تريحهم، فما فيش احسن من كده، مش هاجي اريحهم مثلا في ماتش في الدوري ماتش مهم او ماتش مثلا مصير ممكن يطلعنا من البطوله، لا يعني اكيد هريحهم في ماتش بالنسبه لي تحت الحصر. ايوه بشكرك يا كابتن فتح الله ومبروك التاهل والصداره، وهارد لك خساره النهارده، لكن هي لا تؤثر في اي شيء او اي شكل من الاشكال بالنسبه لفريق بيراميدز.